مساء الخير والجمال والهنا والسعاده والنصر على كل حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم. يا مساء الخيرات على كل حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده وفي العشر الاواخر من رمضان كالعاده. تم البدر بدري والايام بتجري كما هي عاده الشهر الكريم. وصلنا مع حضراتكم للايام الاخيره من شهر رمضان. كل سنه وكل حضراتكم طيبين يا رب، يعني يتقبل صيام الجميع وقيام الجميع ودعاء الجميع في العشر الاواخر. كل سنه وكل مشاهدي قناه الاهلي في احسن صحه وحال، هم واهل بيتهم وحبايبهم دايما يا رب. يا مساء الخيرات وكل سنه وانتم طيبه. والله زمان مساء الورد ومساء الهنا عليكم ومساء النصر عن استحقاق. طبعا النهارده بنيجي بنقولها بعد مباراه قويه جدا مباراة، يعني كنا إلى حد كبير كجماهير النادي الأهلي واثقين إن شاء الله كنا وقتها إن هنفوز، وقد كان، وحاجة كانت مشرفة جدا. مبروك علينا، يعني نهائي كأس مصر والأهلي بيتوج بالمرة 38 في تاريخه، حاجة محترمة وحاجة مشرفة جدا. ومش هقول عودة الثقة وعودة الروح، كل ده كان موجود حتى وإن كان يا كريم في كبوة ما أو في مشكلة ما أو في أزمة ما بتعدي كل فترة يعني، بس أنت بتقدر كنادي أهلي ترجع وتقف على رجليك مرة تانية. المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده حاجة فعلا مشرفه وحاجه متوقعه. وعايزه اقول لك بقى على، مش هقول سر لان للاسف دي حاجه معروفه عند ناس كتيره او منتشره شويه. انا كنت قاعده مع بعض اصدقائي يعني بنتفرج على الماتش ده بعد ما انتهى، مش كلهم كانوا اهلاويه، فناس منهم يعني عارف حاجه تطلع منك تلقائي كده، كريم هو انتوا كل البطولات هتاخدوها؟ والله العظيم زي ما بقول لحضراتكم انا اتخضيت، يعني ما فيش حد بيعمل كده، يعني عارف انت لما يبقى جواك حاجه لحد خبيها ما تظهرهاش قوي كده. بس لا، واضح إن مش هقول الأهلي عامل مشكلة، بس الهالة اللي الأهلي فيها والتاريخ اللي الأهلي فيه وعدد البطولات اللي الأهلي بيفوز بيه، أعتقد البعض ممكن يكون ده بالنسبة له أزمة. قال لك أنا ليه مش واصل للمكانة دي؟ أنا أتمنى أن الفريق اللي أنا بشجعه، النادي اللي أنا بنتمي ليه، يوصل لمكانة النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما هو اللي بيتم مقارنته بالآخرين، لأن أنت لما بتيجي تقارن يا كريم دايما بتقارن بالأحسن بالأفضل، أكيد. مش بتقارن بالأقل، فدايما النادي الأهلي بيكون معرض لمثل هذه الأمور. لكن إحنا كجماهير للأهلي احنا بنبقى فخورين، وحتى لما بنسمع الكلام ده ما بيفرقش معانا، بالعكس بنكون فخورين جدا. وزي ما بيتقال الرد على الارض، عمرك ما بتدخل في سجال او جدال مع حد، لما حد يجي يقول لك اي حاجه بتقول له تمام خلينا نشوف الماتش الجاي. باذن الله كمان عندنا مباراه قويه جدا مع الزمالك وماتش السوبر الشهر القادم او اقل من شهر كمان، شهر 5، فهنتكلم في كل التفاصيل دي.